عبد العزيز موحد بلاد وقلوب الله جل. كما اهتمك عبد العزيز بتعليم أبناء أسرته وأبناء شعبه، وكان يكلف بعض المشايخ والمدرسين تدريسهم، وبعد ذلك خصص لأبنائه مدرسة في القصر، وعين لها مدرسين معظمهم مكة المكرم مثل الأستاذ أحمد العربي في بداية مثل الأمراء، ولحرصه على متابعتنا في الدراسة كان يكلف أحد خاصته باليقوف أمام المدرسة ليتفقدنا عند الدخول وإبلاغ الوالد من يتغيب منا أو يتأخر عن الحضور. وذكر الشيخ عبد الله خياط في كتابه لمحاضرة الماضي إن الملك عبد العزيز في اعتزاز لمدرسة الأمراء وفي لفتة تشجيعية كريمة من جلالته لإحدى أنجاله عندما رأى على ثوبه بقعة حبر حاول إخفائها عن نظر والده، قال لا تخفيها، هذا عطر المتعلمين وطربة العلم.